ابو بقل ابو دبه ابو نكبه ابو نكبه هذول الحوثيين نكبه نكبه. انا ادعو كل الاحرار جاء نعيش بكرامه يا في الموت اشرف اشهد لله. جوعونا باذلونا شردونا جعلوا حياه اليمنيين في جحيم. هذه ميليشيات معفنه هذو ميليشيات الريوس العالم يظنهم قدام وهذو يردون ريوس ريوس ما خلوا لنا شغالنا نظيف ما خلوناش نعيش بهذلونا جوعونا كلام شلت. هيا خبير يا خبير ما بيلعب حق المولد حق الحسين حق العلي حق فاطمة حق أم الجن حق المولد حق جوعونا بهذلونا بهذلونا شمتوا بنا شمات. والله أنا رسالتي إلى أن نعتق الرسمي باسم وزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للإعلام الأمني الحميد عبد الخالق العجري. تذكر أيام اتصلت بك وأنا بالسجن وقلت لك يا حميد لماذا قطعتم راتبي؟ لماذا هنتموني؟ لماذا أغرقتموني؟ ألا يكفيكم أني بالسجن؟ ألا يكفيكم أني قادنا في السجن؟ قادنا في السجن يعني ما كفيكمش السجن ما كفيكمش العذاب اللي أعاني منه في السجن. لولا هذا زدتم قطعتم راتب. الله 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 يا ماما قلنا للعميد عبد الخالق العقري ليش قطعكم راتبي؟ أنا محمل أسرة أنا بالسجن أنا جائع أنا أهلي معتمدين على الله ثم على نعم ما أجيب لهم أنا. إيش قال لي؟ قال يا خبير هم ما هو نعمة وقضية هو علي حسين هو الوزير هو الحين أنا القعقد قدمني هذا الحين. والله لو تدوا لي الراتب والمستحقات اللي كنتوا تدوها انتوا عارفين تمام المبلغ اللي كنت تستلمه شهريا والله لو تدوه 10 اضعاف ما اشتيش اشتي ثوره ضدكم اشتي ثوره تقتلعكم تقتصكم تخلص اليمنيين منكم اشتي ثوره ثوره جائعين ثوره احرار ثوره كرامه وعزه نشتي ثوره نشتي ثوره. ادعو كل الاحرار يجب علينا أن نوحد كلمتنا وأن نتفق إلى يوم معين ننزل الشارع ننزل الشارع ننزل الشارع وهذا ثورة ثورة الإطاحة بهذه الميليشيات وطردها والتخلص منها. يزوروا لهم الكوفة ولا العراق عند أصحاب جننتونا أنتم اليمنيين باذلتونا شوهتم صورة اليمن جعلتم اليمن في جحيم جوعتم اليمنيين شردتم اليمنيين قتلتم اليمنيين باذلتم اليمن وتاريخها وأصالتها. أنتم لعنة تاريخية يا حوثيين أنتم لعنة أنتم لعنة تاريخية أوصلت الجوع والجراح والآلام إلى كل بيت أرملتم النساء ويتمتم الأطفال وجهلتم اليمنيين وجعلتم اليمنيين في جهل. لماذا؟ والله ثم والله ثم والله ثم والله لو تجيبوا لي ساعة الذي كنتم تجيبوها 10 أضعاف ما اشتيش اشتي اليمنيين يعيشوا كلهم شابعين ومرتاحين ومعهم رواتب ومعهم حالتهم مستقرة وأمن واستقرار وتعليم عادل مش تعليم الدليل
معاذ الجنيد انه شعار قراني. يعني ادريش منين معاذ الجنيد شعار قراني؟ الله يلعنكم انتم معاذ الجنيد. يعني لو درس ابني ان معاذ الجنيد شعار قراني خلاص ايش؟ بيكون نفس نيوتن يكتشف الجاذبيه الارضيه ولا مو؟ ولا بيصنع طائره؟ ولا بيفعل كباري تحت البحر؟ هل انتم معفنين؟ هل انتم غياب؟ هل انتم جهله؟ هل انتم قذرين؟ انتم نكبه على اليمن وعلى اهلها. لماذا؟ اقسم بالله قسما بجلالة الله والسماء والارض ان الحوثيين اعظم كارثة حلت على اليمن واهلها. يا عباد الله انا ادعو كل الاحزاب، ادعو الاصلاح والانتقالي والمؤتمر، وادعو كل المكونات السياسية نتفقوا على هذه الجماعة، نتفق نوحد صفنا اعلاميا ماليا عسكريا دعم معنويات اعلام كله، نوحد هكذا هكذا نوحد صفنا للتخلص من هذه الجماعة الارهابية الاجرامية. اجرمت حقنا، جوعتنا، الجوع جريمة كبرى. انا لحد الان اشهد الله علي من السماء اني لا اصطبحت ولا اتغديت انا واطفالي وزوجتي، وانا جالس اهرب من مكان الى مكان ومن نقطة اوصل للنقطة وشو طفلتي هذه؟ ابوس طفلتي؟ ابوسها اوصل للنقطة وافعلها كذا. اخبي نفسي، اخبي رأسي، شاكلوني تفاح. جماعة 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 ما جماعة ما ترهم، جماعة ملعونة. قتلت اليمنيين باسم الدين والإسلام، قتلت اليمنيين وجوعتهم وشردتهم باسم رسول الله، قتلت اليمنيين وأهانت اليمنيين، هانت المشايخ وهانت العلماء وهانت المسؤولين وهانت أعضاء مجلس الشورى والنواب، أهانت كل عزيز وأوصلت الآلام والجراح إلى كل بيت. هذه جماعة أخطر من كورونا، جماعة الحوثيين هذه جماعة كورونا، جماعة كورونا. ما همش قرآن هذو، ولا هم حق، ولا هم يشرفوا القرآن بشيء، ولا يشرفوا الله، ولا يشرفوا رسوله، ولا يشرفوا الدين، ولا يشرفوا الإسلام. جماعة جوعتنا، جماعة أهانتنا، جماعة بهذلتنا، جماعة أوصلت الآلام إلى كل بيت. هذه الجماعة يجب علينا أن نوحد صفنا وأن نستعد لثورة، ثورة جياع، ثورة جائعين. كم بقى تجلس داخل بيتك تتألم؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.